الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، وساق السند إلى ابن عم أبي الشماخ الأزدي عن ابن عم له من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتى معاوية فدخل عليه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق بابه دون الحاجة رد أو بالحاجة، أغلق الله دونه أبواب رحمته، أغلق الله دونه أبواب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون إليه. لا حول ولا قوة. أخبرنا أبو طاهر الفقيه، ساق السند إلى رجل من أهل فلسطين يكنى أبا مريم من الأسد، قدم على معاوية فقال له معاوية: ما أقدمك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت موقفك جئت أخبرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من والله الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم، احتجب الله يوم القيامة عن حاجته وخلته وفاقته. الله أكبر. هذا حديث كان فيه بقية، حديث استأنس به بقية طبعا، يعني تكون على تقية إذا 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 عن عنا لأنه مدلس يدلس تدليس تسوية. نعم. الذي بعده، قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، وساق السند إلى عمرو بن مرة أنه قال معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: ما من وال أغلق بابه عن ذي الخلة والحاجة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء عن حاجته وخلته ومسكنته. قال أخبرنا أبو سعيد، وساق السند إلى حمال بن سلمة، قال: فذكره بإسناده ومعناه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وساق السند إلى الحسن أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام قالوا: سل لنا ربك يبين لنا علم رضاه عنا وعلم سخطه، فسأله فقال: يا موسى أنبئهم أن رضاي عنهم أن أستعمل عليهم خيارهم، وأن سخطي عليهم أن أستعمل عليهم شرارهم. الله، هذا مرعب علينا، هذا مرعب علينا، هذا مرعب علينا، مرعب 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 مرعب. ولذلك لابد أن ترى إن استعمل عليك من هو خير، وجعل الذي يقودك من هو خير أراد بك الخير، وإن استعمل عليك من يقودك إلى الشر فقد أراد بك الشر. نعوذ بالله من غضب الله. الحديث الأول هنا أيضا مرعب لولاة الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولي. وحديث وإن كان في كلام، لكن يعني قد روى الحاكم وقال هذا حديث صحيح ولم يخرجه، إسناده شامي صحيح ووافقه الذهبي. قال: من ولي من أمر المسلمين من أمر الناس شيئا ثم أغلق بابه دون المسكين أو المظلوم أو ذي الحاجة، أغلق الله دونه باب رحمته عند حاجته وفقره أفقر ما يكون، يعني يوم القيامة. يعني هو لو فعل ذلك بأنه انحجب نفسه عن الفقير والمسكين والمظلوم، فلم يأتي للمسكين عليه السلام وكاته مالك حبيبي، ما لم يأتي للمسكين بحقه، ولم 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 يفرج عن صاحب الحاجة وسد خلتي وأغلق بابه دونه، فإنه أحوج ما يكون إلى رحمة الله يوم القيامة عندما ترتجف القلوب وتتزلزل الأركان وتدنو الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم فيستشفعون بكل أحد، أفقر ما يكون إلى رحمة الله جل وعلا فيصد الله عنه رحمته. آمين آمين. رضي الله عنك مالك، أحسن الله عليك. ففي هذا الباب مشكلة كبيرة. فأقول إخوتي الكرام، وجب عليه أن يبحث عن أو يأمر رعاياه بالبحث عن هؤلاء المساكين أصحاب الحاجات المظلومين. هو أصلا ولي الأمر لابد أن يكون بإقامة العدل في الناس عملا لله جل في علاه، فينظر أين المظلومين، أين الذين ظلموا، فيبحث عنهم فيرد عنهم المظلمة ويقضي حاجتهم ويسد خلتهم، وأن يسمع لهم، أن يسمع لشكواهم. وفي الحديث الثاني: من والله الله من أمر، وهذا لمعاوية وكانت نصيحة كبيرة لمعاوية، هو جاء لشيء أمر معين وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال معاوية: ما أقدمك؟ قال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت موقفك جئت أخبرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من والله الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم وخلتهم وفاقتهم، احتجب الله يوم القيامة عن حاجتي وخلتي وفاقتي. أعوذ بالله. هذه المسألة جزاء وفاقا. وذلك قلت: أنت تريد أن تعلم فعل الله لك، انظر فعلك لعباد الله، انظر فعلك لعباد الله، هذا فاصل لك في المسألة. فضل أبارقي. قال: ما من وال أغلق بابه عن ذي الخلة والحاجة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء عن حاجتي وخلتي ومسكنتي. يبقى هو في الدنيا معاقب لا يسمع دعاءه، وفي الآخرة يتمنى الرحمة فلا يجدها لأنه لم يرحم الضعفاء والمساكين.
كما تفعل بعباد الله يفعل بك، كما تفعل بعباد الله يفعل بك. نعم، فالافتقار إلى الله غنى، والعزة بالله جل في علاه رفعة. فعلى المرء أن يكون من أعظم الناس عونا لإخوانه، ويعلم أنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون عبد ما كان عبد في عون إخوانه. المسألة ليست بالهينة، المسألة على ولاة الأمور. لذلك قلنا لابد أن تدعو له. شوف هنا هذا الحديث، حديث موسى، وحديث أخرجه العجون في كشف الخفا، وإن كان فيه ضعف، لكن شوف الإسرائيلية تصدق لا تصدق ولا تكذب. قالوا: سلنا ربك يبين لنا، يعني علم رضاه عنا وعلم سخطه. فسأله فقال: يا موسى أبلغهم أن رضاي عنهم أن أستعمل عليهم خيارهم، وأن سخط عليهم أن أستعمل عليهم شرارهم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. اللهم استر علينا رب، اللهم استر علينا رب، اللهم استر علينا، اللهم ولا علينا خيارنا، ونعوذ بك أن تولى علينا شرارنا. إذن نقول: من الفوائد للغيب علامات، للغيب علامات، أو بيانها الله جل في علاه في هذا الباب. اللهم استعملنا وتستبدلنا رب العالمين. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أفضل الناس أنصحهم للناس، أفضل الناس أنصحهم للناس. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.